الإسلامية مباشرة بعد خروج بايدن من وهذه مقنعه للفكره والروايه. يعني احنا لازم نذهب مع كل الخيوط وراء كل خيط. انا يجب انا محلل سياسي اليوم وقاعد اريد جمهور قناه سامراء يوصل فد تصور عن الموضوع. اقول له انت يا جمهوري يا ساده المشاهدين ويا استاذ علي وكادر قناه سامراء، انتم اذهبوا مع كل الخيوط. انا ليش اليوم اهمل مساله انه الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تعاقب اردوغان على مشاركته واللي يعتبروها هم ضرب لقمه الرياض، قمه طهران صارت يعني الباك جراوند هاي الخلفيه اللي سووها هي ضرب لمجيء بايدن للمنطقه. ليش ما نقول العكس؟ فخليني اكمل معاقبه العراق لمشاركته. خليني اكمل الفكره. قد تكون السفاره في بغداد او القنصليه في اربيل او معهد الحرب والسلام في البريطاني في اربيل، وهذول كلهم اذرع لاجهزه مخابرات، الله وكيلك كفيلك العباس ابو فاضل، وهم يجوز راح حطوا لهم يعني حركوا بلاك ووتر او اي واحده من الشركات هاي اللي هي ضالعه بدماء العراقيين، ويلا روح اضرب لك هاونين، قلت لك كم واحد سائح على مود العراق يغلق الحدود مع تركيا ويتضرر اردوغان ويرضخ ويرجع يقول يا ريتني ما رحت القمه طهران. هذا تصور اليوم ينعكس على السوشيال ميديا ونسمع.